ما أجمل أن تكون حركات الإنسان وجميع سكنات الإنسان كلها مقرونة بذكر الله تعالى ليرزق العبد التوفيق من الله تعالى. ما أجمل أن كل حركة وسكنة الإنسان بيكون فيها يكون دائم السؤال لمولاه يسأله المعونة والتأييد، وعلامة ذلك أن يصدق الإنسان في أقواله وأفعاله، وأنه يوافق ظاهره باطنه، وأنه يكون في جميع الأحوال بتاعته متعلق بمولاه جل في علاه. وقد أوحى ربنا سبحانه وتعالى إلى حبيبه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه أن يدخله مدخل صدق، وأن يخرجه مخرج صدق، وأن يكون له من ربه كامل التأييد والنصرة. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أوردت كتب الآثار والسنن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أدخلني مدخل صدق يعني أدخلني المدينة المنورة إدخالا مرضيا عندك يا الله، يعني خالي من كل ما لا يرضيك ولا أرى فيه شيئا مما أكره. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى صدق وجميع أحوال الصدق حين الدخول الباطنة والظاهرة. وأخرجني مخرج صدق أي أخرجني من مكة مخرج صدق. والصدق هنا بمعناه المعهود والمعروف هو موافقة الخبر للواقع. إن الإنسان مثلا بيقول شيء وشيء ده له واقع، يبقى ده إذا وافق ما يقوله الواقع يبقى ده قوله صادق. وكمان ومن الصدق موافقة القول الضمير، إن الإنسان يكون صادق في باطنه قبل الظاهر، فإذا ما تفوه بشيء وافق ما يقوله ما في باطنه وما في قلبه، وده اللي معناه الإخلاص، بحيث يكون الخروج والدخول في كل شيء على الهيئة الموافقة لمرضات الله تعالى، ويترتب عليه حصول النصرة والتأييد من المولى عز وجل. وتلاحظ كده في الآية في هذا الدعاء المبارك أنه قدم الدخول على الخروج، وإن كان الخروج أسبق، بس عشان الدخول هو الغاية وهو المقصد الذي يطلب يعني تحققه وتحقيقه وحصوله والوصول إليه، ده الهدف اللي الإنسان عايز يوصل له. ما كان الخروج إلا لطلب الدخول في أمر آخر أو في مكان آخر، فيبتدي الإنسان دعاءه بالدخول غايته، وبعد ذلك بالخروج مكان انتقاله من النقطة التي هو فيها أو من الحال الذي هو فيه إلى حال آخر أو إلى مكان آخر. وهذا الدعاء المبارك الوارد في الآية الكريمة، يمكن لو احنا كنا بنتكلم على انه ما ورد في الآثار والسنن بان ده مواكب لسبب نزول كذا وكذا، وانه نبي لما هاجر من مكة أمر بأن يدعو ويتجه إلى المدينة أمر بأن يدعو بهذا الدعاء، ده لا يمنع ان احنا ندعو بهذا الدعاء في كل وقت وحين. السبب النزول بيوضح لك المعنى، لكن مش بيبقى محصور بس في هذا المعنى، لأنه يمكن أن يكون هذا الدعاء عاما في جميع أحوالنا وأمورنا وجميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأموره صلى الله عليه وسلم. يعني اللهم اجعل جميع مداخلي ومخارجي كلها يا مولاي في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك بتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر الإلهي، حتى إني أكون يا ربي على بصيرة فيما آتي وفيما أترك، فأقدر إن أنا أدعو بهذا الدعاء
في كل وقت وحين، فتكون الآية هنا عامة في جميع الموارد والمواضع والأحوال والأسفار والأعمال، فهي على ذلك دعاء عام. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني أصلح لي جميع أموري بتوفيقي يا مولاي للصدق مع الله تعالى ومعك، يعني وللتوفيق للصدق مع الناس والصدق في جميع أقوالي وأفعالي، فأوفي ما يطلب مني حقه. ما أنت النهاردة إذا إنسان في ميدان العمل يصدق في عمله فقد وفى للعمل حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الدعاء، وأمرت الأمة كذلك إن إحنا نلجأ إلى الله ونتضرع إلى إنه يرزقنا الصدق في جميع الأفعال والأقوال والمطلوبات والمأمورات، فنوفيها حقها ونقوم بما يجب كما يجب، نقوم بما يجب كما يجب. وده معنى الصدق، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والإنسان في الحياة الدنيا في رحلته هذه، في هذه الرحلة هو ما بين مدخول ومخروج منه ومخرج، بيخرج بيدخل في أشياء وبيخرج من أشياء، بينتقل من أماكن ويروح إلى أماكن أخرى، بينتقل من أحوال ويذهب إلى أحوال أخرى، ينتقل من حيز التفكير في مسألة أو مسائل أو قضايا إلى مسائل وإلى قضايا أخرى، لأنه هو متغير الأحوال والظروف والأماكن والزمان. فبالتالي الإنسان بهذا الدعاء شمل ظرف الزمان وظرف المكان وكل شيء. أنا عايز التوفيق يا رب، والتوفيق عشان يفوز به العبد لابد أن يكون على قدم صدق في كل حاجة، فيوفي الأشياء حقها كما يجب أن تكون، وبالتالي بيسأل الله في كل شيء أنا هدخل فيه يا رب أريد أن أكون من أهل الصدق، وأي شيء أخرج أكون على صدق كذلك. وأورد هنا بعض المفسرين تأويل لطيف وجيه من المعاني اللي ربنا فتح بها عليهم، فقالوا أدخلني، يعني معنى الآية معنى جوهرة اليوم الدعاء، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أدخلني حيثما تدخل أهل الصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه آخر، فإن ذا الوجهين لا يكون وجيها عندك. فالإنسان يكون صادق مع مولاه سبحانه وتعالى. ومعنى قول المولى سبحانه وتعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي زيني بزينة جبروتك ليكون الغالب علي سلطان الحق لا سلطان الهوى، وإنك يا مولاي تجعل لي حجة واضحة في كل شيء تنصرني بها على كل من خالفني في الحق، وأن تجعل لي ملكا وعزا ناصرا للحق على الباطل، وأن تجعل لي حافظا قويا يحفظني من شر أهل الشرك ومن شر أهل الأذى ومن شر كل ما يؤذيني. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لقد استجاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في خروجه للهجرة، ولما استجاب واستجاب كمان للأمر الإلهي وقل ربي، يعني قل أيها الرسول الكريم عند خروجك من مكة ربي أدخلني مدخل صدق، عند خروجك من مكة أن تقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فطلب منه صلى الله عليه وسلم وقتئذ أن يكون خروجه ودخوله بالصدق، فتحقق له ما أراد وزيادة. وذلك لما عاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده إلى مكة المكرمة، عاد إليها فاتحا نصره الله سبحانه وتعالى،
إذ لما دعا صلى الله عليه وسلم ربه وقت خروجه للهجرة أن يكون خروج النبي عليه الصلاة والسلام ودخوله بالصدق، وأن تكون جميع حركات النبي عليه الصلاة والسلام موافقة للصدق مقرونة بما يرضي الله تعالى، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه استجاب للأمر الإلهي، فيكون في اللي أنا داخل فيه وخارج منه التوفيق والتأييد من الله تعالى بالسلطان المبين اللي بتحصل به الهيمنة والغلبة والعزة على أعدائه. فتحقق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد وزيادة، وكان النصر المبين يوم فتح مكة جائزة له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نستفيد من هذا الدعاء ضرورة إن المؤمنين يكونوا مداومين على طلب العون من الله تعالى عند بدء مهمات الأمور وإنهائها. إحنا قبل كده في سورة الفاتحة في اهدنا الصراط المستقيم، وبعد كده تكلم إياك نعبد وإياك نستعين، فاستعن بالله. أنت بتقول له يا رب أنا بستعن بيك، ويكون التطبيق أنت بتعلن أن العبودية له وأن الاستعانة لا تكون إلا به سبحانه وتعالى، وبعدين بتترجم ده في تفاصيل وثنايا يومك وحياتك. فلابد أن أنا في كل شيء داخله، في كل شيء هخرج منه، في كل لحظة في لحظاتك من حياتك لابد أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، عشان تكون محفوفة الحياة بتاعتك بالحفظ والرعاية والحماية والتأييد والمعونة. المعونة كما إن هذا الدعاء المبارك من مظاهر إيمان المسلم وصدق توجهه إلى الله تعالى. ليه؟ لعلم العبد بأن المولى سبحانه وتعالى هو وحده القادر على معونته على الصدق والإخلاص في كل شيء، وهو سبحانه وتعالى هو وحده القادر على تيسير وتحقيق النجاح والتوفيق والنصر. فيدعو به المسلم ربه سبحانه وتعالى بأنه يوفقه في كل ما يبدأ به من أعمال وأقوال، وإنه يختم كل ذلك بخير ونجاح وتوفيق. لذلك كل مكان تدخله، كل مكان تخرج منه، كل حال تكون فيه وتنتقل منه إلى حال آخر، داخل شغلك، خارج من شغلك، داخل بيتك، خارج من بيتك، داخل تزور حد، طالع من عنده، إلزم هذا الدعاء وربنا يذكرنا ويجعلنا من الذاكرين الله تعالى والذاكرات. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني هذا الدعاء المبارك يضمن سؤال الله تعالى الحماية من الوقوع فيما لا يرضيه، لأنك بتقول له اديني السلطان والغلبة مش بس على الغير، حتى على نفسي. يعني هذا الدعاء يصلح لمن يعمل على تهذيب نفسه، بيدرب نفسه على الاستقامة، بيدرب نفسه إنه على محاسن الأخلاق، إن القلب لا ينشغل إلا بالله، واللسان لا ينشغل بذكر غيره إنما ينشغل بذكره سبحانه وتعالى، وإنه يؤدب نفسه على فضائل الأعمال والأخلاق. ده بتحتاج معاه هذا الدعاء، وذلك بأنه تكون مداخل الإنسان ومخارجه في التعامل مع الله تعالى وعباده مبنية على الصدق وعدم الخيانة، فإنه بيعبر عن كل فعل فاضل ظاهر أو باطن بالصدق، بيعبر عنه كده. الأفعال الفاضلة سواء كانت باطنة في قلب الإنسان أو ظاهرة عليه بيعبر عنها في اللغة بالصدق. وإنه في اللغة والجزء اشتقاقي مع الناحية الاصطلاحية، وأن يداوم الإنسان المؤمن على طلب المعونة من الله تعالى زي ما قلنا من شوية. ليه؟
لأن دوام طلب المعونة معناه إن الإنسان متجرد من الاعتماد على النفس، مش مستأسد بنفسي، مش شايف في نفسي القوة اللي هي هتعيني على كل شيء. ده حتى لو عندي سلطان كل شيء وقوة كل شيء، أنا لا قوة لي إلا بالله، ولا حول ولا قوة لي إلا به سبحانه وتعالى. فتجردت من الاعتماد على النفس، وتجردت من ادعاء المعرفة المطلقة بجميع الأمور، فبالتالي أنا فوضت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وسألته المعونة في كل شيء، في كل لحظة، مع كل فكرة، مع كل خاطرة، مع كل تحرك للإنسان في الحياة الدنيا، فيسأل الله سبحانه وتعالى دوام المعونة ودوام التوفيق على الصدق، على الصدق في السر وفي القول وفي العمل. كما أن هذا الدعاء يرشد عباد الله المتقين أنه يطلبوا من الله تعالى أيضا النصر والتأييد، حتى لو كان طلبي للنصر والتأييد ده أن ينصرني على نفسي، على هوى نفسي، على الزلل اللي ممكن أكون أنا أقع فيه. لأنه من انتصر على نفسه وتمكن من هواه فإن ذلك بالنسبة له يعد نصرا وفتحا مبينا عظيما. قال الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن، مرحبا بالجميع. ناخد الأسئلة بسرعة عشان الوقت معانا برضو مش كتير. أستاذة منى. ألو. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا يا أستاذة منى. دلوقتي سؤالي إن أنا كنت عاملة إجهاض من 3 أسابيع ودم البيريود نزل من يومين، عشان في شوية لخبطة وأنا لسه طبعا مش عارفة، والدكتور قال لي هيحصل شوية لخبطة فمش عارفة لسه أحسب لها. هو حاليا اترفع من امبارح العصر لحد دلوقتي هو ما حصلش يعني أي حاجة. يعني أنت بعد الإجهاض ده نزل عليكي دم أكيد؟ نزل دم وارتفع بعد كده ارتفع. جت نزلت الدورة. أيوه طيب. فعشان لسه طبعا متلخبطه فمش عارفه احسب لها، فهي ارتفعت من امبارح العصر لحد دلوقتي وانا حاليا صايمه من امبارح، بس ما فيش صلاه طبعا عشان انا لسه ما اغتسلتش من. يعني انت صمتي بس لسه لم تطهري؟ انا صمت على اساس انك انت تختبري خلاص. لو هي ما نزلتش تاني يعني يبقى، او لو أيوة. نزلت تقطعي الصيام. تمام. أيوة. هي مش نزلت بس ايامها اللي انت معتاده عليها؟ ما عشان لخبطه الاجهاض هي ما نزلتش تاني. المفروض المعتاد ان هي بتقعد 5 ايام. امال هي قعدت بعد الاجهاض بقى ما الدكتوره اتلخبطت شويه معاك لحد ما ترجع لعادتها تاني. ايوه، لكن قعدت معاكي يوم اتنين ولا قعدت قد ايه؟ قعدت يومين. قعدت يومين. تمام، شكرا. بس استاذه هاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه بالف خير. انا عندي سؤال معلش. انا متجوزه زوجه ثانيه في 3 سنين. كان في اتفاق بيني وبين جوزي ان مفيش حمل. دلوقتي حصل حمل من فتره قريبه وهو اجبرني ان انا اجيب الطفل، مع العلم ان زوجتي الاولانيه يعني حامل برضه. انا ما كنتش عايزه انزل الطفل، قال لي انا مش هعترف بيه واجري بقى فيه في المحامي، واخذ الورق مني باي حاجه تخصني. انت متجوزه عرفي ولا ايه؟ عرفي بس بعلم الاهل وبعلم الناس. بس فأكبر ان انا انزل الطفل
انت كان في وقت قد ايه؟ قبل ال 120 يوم ولا بعد 120 يوم؟ كان شهر و10 ايام 40 يوم. يعني انت بتسالي هل تقسمين ولا لا؟ اشيل ذنب ولا لا؟ او انا مش عارفه اكمل معايا دكتوره، لانه انا حاسه ان هو كسرني من جوايا. انت ليه اتجوزتي عرفي يا هلا؟ انت ليه اتجوزتي عرفي؟ يعني كان في شويه امور كده كان لازم انا يعني يبقى عرفي. انت النهارده لو بيرجع بيكي، انا مش بلومك، بس عشان اللي هيقبل على ده يحسب الموضوع كويس. هل لو رجع بيك الزمن هتقولي ان انا اتجوز عرفي مرة تانية؟ لا طبعا. بس شكرا يا هالة، وربنا ان شاء الله يجعل لك مخرجة. هنطلع الكتاب، وبعد الكتاب ان شاء الله نبدأ في الرد على اسئلة حضراتكم. ومعنا سؤال الست ام انس من امبارح بإذن الله تعالى. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. إحنا بنعتمد في الأساس فعلاً على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال إنه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. أهلا بمشاهدينا الكرام في كتابنا، كتاب قلوب عامرة، وإن شاء الله نصحح النهاردة سورة الإنسان، فنستحضر المصاحف ونبدأ على بركة الله. يلا يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا كفورا. كفورا. كف فتحة ك بقي مفتوح يمين وشمال ك. كفورا. كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا لطيف. يلا يا لانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين في عندي إخفاء يا لانا. الإنسان
من احكام النون برضو الساكنه عندك والتنوين اهي، النون اهي، ولازم هيبقى عندي حرف اللي وراه حرف من حروف الاخفاء، يبقى الانس مش الان، او ما عاملها غنه. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم حين من الدهر حين من الدهر لم يكن شيء. لا انا مش هقف على الميم، لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا. بص يا لنا، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، شيئا مذكورا، شيئا مذكورا. ليه؟ لان انا عندي هنا ادغام، شيئا مذكورا. جميل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. برضو أنا عندي هنا فيه إدغام، من نطفة، من نطفة، من نطفة، في قلقلة، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لا بعملها سميعا ولا بعملها سميعا، سميعا سميعا. بصوا علي، في إقلاب عندي ويبقى في فرجة في الفم صغيرة، لا بعمل، لا بقفل الشفتين ولا بفتحهم على الآخر، فرجة بسيطة. سميعا سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. هي عايزة تدريب برضو تاني يا لان. يلا يا كتكوتة يا مريم. إنا هديناه السبيل إما شاقرا وإما كفورا. مش كا، واحد اسمه كمال بنقوله يا كمال ولا بنقوله يا كمال؟ عشان كاف فتحة ايه؟ كا، فبفتح اسمها حتى الفتح، لاني بفتح الفم يمين وشمال، فبيبقى اسمه ايه؟ كافورة ولا كافورة؟ كافورة. يلا تاني يا مريم. إنا هديناه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافورة، كافورة، كافورة. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. وأغ الغين ما تخلينيش أنطق الهمزة، أ آ أغ أغلا، يبقى عندي أ ولا آ؟ أغلالا أغلالا. قولي بس الكلمة دي أغلالا. لا بتقولي أ، هي آ. افتحي بقى كويس. أيوة كده كمان، افتحي بقى كويس. لا افتحي بقى كويس. أغلالة، أغلى. أيوة. يلا يا أنس. هل أتى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عجبتني أسلوبك، لأنك ده استفهام تقريري، يعني إحنا قبل ما ربنا يخلقنا كنا إيه؟ عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فده سؤال ربنا بيذكرنا بنعمه علينا، إن إحنا كنا عدم وهو أوجدنا وخلقنا، سبحانه وتعالى خلقنا من عدم ومن علينا بنعمة السمع ونعمة البصر اللي هم أدوات المعرفة اللي الإنسان بيستقي بيهم المعرفة. أنت بتقرأ بعينيك، بتسمع بودانك، دي بتفهم بالعقل، كل ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. فإحساسي وأنا بقول السؤال ده عجبني منك قوي، برافو عليك. يلا يا آدم. إنا خلقنا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، غن يا شيخ آدم، من نطفة أمشاجا. يا راجل أنا هقف، لو هتقف هتقف على ساكن، وبعدين هي مش منصوبة دي مكسورة، يبقى هقول ايه لو حقف؟ من نطفة أمشاج، لو حقف حوصلها الجيم عندي مكسورة ولا الجيم مفتوحة؟ ده تنوين مكسور. وراك نبتة، نون
خلي بالك بقى، أنا عايزة بس أقول لك على حاجة، إحنا في إدغام من نطفة أمشاج، فلازم تن دي تبان. ليه؟ لأني عندي همزة، فالنون هنا بتبان، نون المكسورة نطفة تن تبان قوي، والتن دي أسمع صوتها. ليه؟ لأن من أحكام النون الساكنة والتنوين ما يجي وراها حرف من حروف الحلقية، يبقى ده أظهرها، أظهر النون وتبان يا آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج نبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جميل، يلا يا سادن. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كفورا كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا. يا سلام يا سلام. سلاسل وأغلالا وسعيرا. أحسنت، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات قائدا ودليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بمشاهدينا الكرام. الست أم أنس كانت سألت سؤال من أمس بس الوقت كان ضيق، بتسأل هل إن إحنا نطلع زكاة الفطر حبوب ولا تطلعها فلوس، وإنه في شافت على الإنترنت يعني كتير من الفيديوهات في للتشكيك في الناس اللي بتطلع زكاة الفطر فلوس. وده إحنا قلت لحضراتكم ده سؤال كل سنة. زكاة الفطر فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الحديث طهرة للصائم وطعمة للفقراء، يعني هي إغناء للفقير عن السؤال في يوم العيد، فإحنا بنكفيهم الحاجة بتاعتهم. ويجوز إن إحنا كمان تقديم إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وحتى مغرب يعني يوم العيد. المفتى بيه جواز إخراجها بالقيمة. طب الفتوى دي أساسها إيه؟ أساسها مذهب السادة الأحناف الذين أجازوا إخراج القيمة بدل عن الحبوب. يعني النهاردة أنت هتدي للناس قمح مثلا، هيعملوا بيه إيه؟ إيه الحبوب اللي أنت هتديها لهم في هذا الزمان؟ وأقعد أعمل بلبلة وأشكك الناس وأقول لهم لا ما ينفعش وينفع. والإمام أبو حنيفة يعني عالم جمع ما بين العلم وفقيه عظيم وتاجر كبير، فنظرته للأمور كان فيها اعتراك بالحياة، وبالتالي عمله العلمي كان فيه فهم دقيق إن ممكن يأتي زمان الحبوب دي ما تكونش فيها نفع للفقير. والبغية مش الحب، البغية إغناء الفقير عن السؤال في هذا اليوم. ممكن إغناؤه هو اللي يقرره، إغناؤه ده عايز يسد حاجة عليه، عايز يجيب شيء معين، أنت ما تتدخلش في هذا فنعطيه القيمة
اللي بتعلن كل سنة من دار الإفتاء، وبيبقى لهم نظام وحساب معين، ومقدارها هذا العام 35 جنيه كحد أدنى، كحد أدنى. والله أنا عاوزة أطلع عن الفرد 1000 جنيه، أنا حر 2000 إن شاء الله 100 ألف، كل ما هننفع الفقراء يكون أفضل، ويبقى الناس تفهم الحكمة المطلوب من إخراج هذه الزكاة. طهرة للصائم من كلمة قالها ملهاش لازمة، من موقف عمله ملوش داعي، من قعد يحكي مع الناس وما خدش باله من الكلام اللي قاله، إن لم تكن كلمة يحاسب عليها فممكن يعني يعاتب عليها. كل دي أمور إحنا بنطلع ده طهرة للصائم مما قد يكون خدش أو جرح أو أثر على الصيام، وفي نفس الوقت إغناء للفقير عن السؤال في يوم العيد. منى سؤالها الثاني، الخلط ما بين الدورة وما بين النفاس، ينبغي التأكد، حضرتك تتأكدي من انقضاء النفاس وبعد كده تبتدي في حساب وقت العادة، فإذا ارتفع الدم وتحقق الطهر جاز الدخول في دائرة العبادة يا صاحبة السؤال، وإلا فلا. أستاذة هالة اتجوزت زواج عرفي، وحضراتكم عارفين أنا يعني أنا موضوع الزواج العرفي والتسرع به شيء يعني لا يرتاح إليه نفس، لا ترتاح إليه نفسي أبدا. المرأة لابد تكون، الإسلام عزز المرأة وجعل لها حقوق، وحقوق أدبية ومعنوية، فإحنا نحافظ عليها، إحنا بني النساء نحافظ عليها. طيب أنا دلوقتي اللي حضرتك بتقولي الزوج كان عايزك لما اتفقتوا مع الزواج العرفي ما تحمليش وحصل حمل وهو يعني أرغمك على الإجهاض، هل أنت بتأثمي؟ ده سؤال حضرتك. الأصل في الإجهاض، الأصل فيه المنع إلا لضرورة، كما هو مذهب المالكية، وكان لازم أفكر بيه برضو، لأن مذهب السادة المالكية شايفين إن حتى لو قبل نفخ الروح هيبقى فيه جناية على شيء حي، اللي هو بداية خلق الإنسان، وإن الإنسان لابد أن يحترم في جميع مراحل خلقه، ده رأي المالكية. لكن لا حرج وفقا لمذهب السادة الشافعية بجواز الإجهاض قبل 120 يوم، وهم عندهم الجواز على جهة الإطلاق. بالنسبة بقى لوضعك في هذه الزيجة، لابد من تصحيح الوضع الخاص بهذا الزواج، ونتوب إلى الله ونستغفر إليه، نتوب إلى الله ونستغفر إليه، سواء أنا يعني أخذت بهذا القول أو بذاك القول، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترزقنا كلمة الحق في الرضا والغضب، والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن ترزقنا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في كل وقت وحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.